السلام عليكم ورحمة الله. دار الضيافة قصبة أطلس سيكون مشروع القرن، بحيث أن هذا المشروع الذي ستكون تكلفته تقريبا $1,000,000، مبلغ أو مدة استرداد المال هو 5 سنوات، بحيث أن الشخص الذي سيمول هذا المشروع سيسترد أمواله في 5 سنوات في أقصى تقدير أقول. والدراسة جاهزة لمن يريد الاطلاع عليها، يتواصل معي على الواتساب، يكتب لي قصبة مشروع قصبة أطلس $1,000,000. قصبة أطلس $1,000,000 ليست بدعا من المشاريع، بل هناك مشاريع مثلها. والفكرة يعني باختصار شديد هي دار ضيافة خاصة بأشخاص فائقي الطرف، ستكون في مراكش. كما تعلمون مراكش الآن هي من أفضل الوجهات السياحية. إذا قمنا بإنشاء هذا المشروع بأحدث التقنيات التكنولوجية مع توظيف صناعة التقليدية المغربية، الزخرفة المغربية، الحفاوة المغربية، الطبخ المغربي إلى غير ذلك، تصبح عندنا أكثر من ميزة تنافسية. ليس هناك ميزة تنافسية، بل العديد من الميزة التنافسية، بالإضافة إلى أن هذا المشروع سيكون محج لعشاق الأحجار الكريمة، بحيث سيحتوي على مركز عالمي للأحجار الكريمة، ستقام دروس وندوات، سيكون هناك متحف ومختبر للأحجار الكريمة. إذن الشخص الذي سيستثمر هذا المشروع سيضخ مبلغ $1,000,000 في حساب الشركة كقرض للشركة، ستسدده له الشركة حين تحقق أرباح، حينما تبدأ دورة الإنتاج. استقطاب أشخاص الأثرياء لهذه دار الضيافة لا يحتاج سوى إلى سياسة تسويقية أو استراتيجية تسويقية محكمة، وكفاءات التي ستسير هذا المشروع. المشروع جاهز الآن في طور الدراسة، بل في طور التنفيذ. من لديه اهتمام بالانضمام لهذا المشروع والاستفادة منه والاستثمار فيه كليا أو جزئيا، من كان يريد أن يمول المشروع كليا فهو مرحب به، من كان يريد أن يمول المشروع جزئيا بحيث يستثمر جزء من ماله وتحصل على من الأسهم على قدر ما تعطي من الأموال. من يزيد من المعلومات المرجو التواصل معي على الواتساب. شكرا لكم والسلام عليكم.